طاولة الكبار مع سامر خضر. على طاولة الكبار دائما يعني تزداد سعادتنا عندما يكون ضيفنا ضيف نحبه ونحترمه ونقدره. أهلا وسهلا بالأستاذ عصام حجاب. أهلا وسهلا فيك يا سامر، كل عام وأنت بخير، أنت وعائلتك الكريمة، سواء عائلتك الصغيرة وسواء عائلتك الكبيرة في الإنتاج. الله يخليك، وكل عام وأنت بخير جميعا، وشكرا لك على المقدمة الجميلة. الله يخليك سيدي. قبل ما ندخل يعني فورمات البرنامج، عندي سؤال ابتداء. الأردن، وأنا بعرف قديش حضرتك وطني وتختم بتفاصيل البلد، شو اللي عم بيصير بالبلد أستاذ عصام؟ شوف، الأردن اللي عم بيصير فيها يعني شيء عادي جدا، يعني في البلدان المحيطة حوالينا أو في البلدان العربية أو في البلدان العالمية عم بيصير فيها أشياء أكثر بكثير مما يصير في الأردن، لكن إحنا ما بدنا نخوض في التفاصيل. يعني الأردن اللي بيصير فيها عادي جدا. اللي بدي أحكي أنا إنه يعني بدي أختصر شيء واحد اللي بدي أقوله، إنه أمن واستقرار الأردن أقوى من أي شيء ممكن يحدث. لا يمكن ابدا مهما حدث، لا يمكن لشيء ابدا، لا يمكن لاي انسان مهما كان منصبه في الاردن ان يهز امن واستقرار الاردن والوحده الوطنيه، وهذا اهم شيء، وهذا صمام الامان للاردنيين جميعا. لم تخاف يوما يعني ما يحدث سواء ربيع عربي وغيره، ما خفت يوم على الاردن؟ لا لم اخاف من الاردن، لانه المواطن الاردني امن واستقرار الاردن عنده خط احمر. عظيم. منتج يهتم كثيرا بالتفاصيل، كيف يقدم الأردن في أعماله؟ كيف تفكر بالوطن في أعمالك؟ عمان الغربية موجودة بأعمالك؟ أنا الأردن كلها موجودة بأعمالي. أنا ما بدي أزود على حدا، بس أنا لا يمكن أحد باعتقادي أنه أقدم الأردن مثل ما أنا قدمتها، من شمالها لجنوبها، من وسطها لغربها، كل شيء، كل تفاصيل الأردن أنا قدمتها. في الشمال قدمنا، في الجنوب قدمنا، في الأعمال القديمة قدمناها، أعمال الحديثة قدمناها، قدمنا البتراء بأحلى صورها، قدمنا وادي رام بأحلى صورها، قدمنا الشمال بأحلى صور، وتغنوا فيه العالم، حتى العالم كلها يعني كانت تتساءل أين الأماكن هاي الرائعة الجميلة اللي تم تصويرها فيها مسلسلاتنا. فدائما أنا في كل مسلسلاتي بكون حريص جدا على إظهار الأردن بالصورة الجميلة والرائعة والصورة اللي بيستحقها. الدولة تقدم لك شيء أستاذ عصام؟ الدولة يعني هي الدولة للأسف، يعني إحنا في عنا مشكلة إنه هم لا أعتقد بأنه الدولة يعني عم تأخذ الفن بشكل جدي. نعم، الدولة عنا مشكلة حقيقية، يعني هي أنا باعتقادي لغاية هاي اللحظة الحكومة الأردنية لا تتعامل مع الفن كضرورة أساسية ممكن من خلاله تقدم فيه الأردن أو هوية وطن أو رافد اقتصادي أو رافد سياسي أو رافد سياحي. لا، هي تتعامل معه كنوع من الكماليات أو وسيلة ترفيه مش أكثر. هذه الدولة. طب نعم. الفنان الأردني شو المطلوب منه حتى يقدر يذكر الدولة بوجوده وبمكانه؟ الفنان الأردني يعمل كل ما بجوده ليلا ونهارا من أجل المطالبة بحقوقه، من أجل لفت الانتباه إليه، من أجل من أنه الدولة ترعاه، من أجل أنه الدولة تجد له حلول لكل مشاكله ولكل المعاناة اللي بيعانيها من أزمة الخليج لغاية الآن. ولكن للأسف الشديد لا حياة لمن تنادي. والنقابة؟ النقابة لم تقصر أبدا على مدام مراحلها. أنا عشرت النقابة، عشرت الفنانين منذ أن كانت رابطة ولغاية الآن. كل رؤساء النقابات السابقين والحاضرين لم يقصروا أبدا، كل يبذلوا كل جهدهم في مخاطبة الدولة، في مخاطبة وزراء الثقافة، وزراء الإعلام، في رؤساء الوزراء، ما بتدخلوا أي جهد من أجل توفير يعني المال والدعم الذي يستحقه الفنان الأردني. أكثر من هيك ما بتقدر تعمل، يعني ما أعتقد أنه في نقيب من النقباء كان مقصر بهذا الاتجاه. كثير من الأصدقاء لما عرفوا أنه حضرتك ضيف اليوم كلهم كان عندهم سؤال أنه كيف بدأت؟ يعني بيقولوا لي اسألنا ضيفك الكريم كيف كانت بداياته؟ لأنه ما شاء الله في مرحلة كأنه صار فيها هيك غياب بعدين عودة قوية كتير. بدنا نعرف وين كان؟ أولا ما فيش هذاك الغياب يعني كان في غياب للظروف بتكون خاصة، يعني بتكون الغياب كيف بدأت؟ البداية كانت حقيقة، بدايتي كانت مع الأستاذ الكبير نجدة أنزور. كان هناك في أزمة الخليج كان في حلم للفنانين الأردنيين أن يعملوا سينما
وكان هاسه الحياة الصيد نزلت إنه يعمل سينما، فعملنا فيلم تطوعي يعني، كان الناس الموجودين بيشتغلوا فيه كلهم هيك تطوع، وظلم حكاية شرقية وفيلم جميل جدا ورائع، محمد القباني، أستاذ محمد القباني، أستاذ نادر عمران، أستاذ جميل عواد، أستاذ جوليت عواد، وكان من إخراج الأستاذ نجدة أنزور، وكان يعني كتابة وسيناريو الأستاذ عدنان البدنات يعني القصة، ولا السيناريو أظن والحوار بالإضافة للأستاذ جميل عواد. فكان هذا الفيلم هو البداية الحقيقية لي، فكنت أنا وقتها مستلم مهمة إدارة علاقات عامة، فبدأت أنا من الصفر يعني، بديت يعني شاب في قسم الإنتاج. فوقتها أنا قمت أسند إلي مهام صعبة وقدرت أحققها يعني، وألفت انتباه الأستاذ نجدة أنزور والأستاذ عدنان وكل الناس الموجودين، فبعدها استمر التعاون بيني وبين الأستاذ نجدة أنزور، وأسند إلي أول مهمة مشرف إنتاج كان فيلم رحلة صيد عملناه في العقبي، وكان من إنتاج المرحوم الأستاذ أحسان عماشي، وبعدين انطلقت العملية بلشنا هيك بالتدريج إلى من وصلنا إليه. بدي أبارك لك، هاي السينما ما شاء الله يعني حقيبة أعمال مهمة جدا على مستوى الدراما العربية والأردنية، والكوميديا كانت مغامرة كبيرة. شو اللي جرأك تعمل كوميديا أردنية؟ والله شوف، أنا مؤمن إيمان تام بالفنان الأردني بما يمتلكه الفنان الأردني من قدرة، فلذلك أنا ما بخاف ولا أبدا يعني من أنه نفشل في أي لون من أدنى، سواء الكوميديا أو ريفية أو معاصرة أو بدوية أو الآخرة. لذلك أنا كل الناس كانوا يعتبروا أنه الكوميديا راح يكون فيها خطورة، الخطورة هي كانت في التسويق وليس في أنه العمل يفشل. لا، أنا ما كنت أبدا، لو أنا يعني عندي شك في مقدرة الفنان الأردني ما بنتج العمل أصلا بالأساس يعني، ليش أغامر بفلوسي يعني وأنتج عمل كوميدي أو عمل معاصر؟ لا، هو كان الخوف من عدم تسويق الأعمال، وذلك لأسباب يعني كثيرة ومتعددة، لأنه الدراما الأردنية المعاصرة غايبة عن السوق يعني فترة طويلة جدا، فلذلك أنت عشان ترجع للسوق بدها وقت وبدها يعني جهد ومال وكم ونوعية إلى آخره. الخطر كان أنه أستاذة كبيرة زي نجمتنا الأستاذة عبير عيسى وأستاذ كبير زي الأستاذ محمد العبادي لم نراهم قدموا كوميديا كاملة، يعني كان في نفحات كوميدية في بعض الأعمال، إنه ينعمل أسرة كوميدية ويتقدم فيه كمان وجوه شابة يعني الأستاذ محمد الجزاوي الأستاذ منيا كانوا محققين حالة من الهارموني العالي. هاي الخلطة حضرتك شفتها وإنت عم تقرأ الورق، كيف بديت تختار؟ طبعا يعني أنا بقرأ عموما، أنا كل الشخصيات أنا بختارها يعني بختارها وأنا بقرأ الورق، وأنا بقرأ الورق مثلاً بشوف شخصية، بشوف الممثل نفسه أمامي مثلاً، سواء يعني وهو يعني هاي الشخصية مثلاً بشوف الأستاذ محمد العبادي يعني وأنا بقرأها بتخيل الأستاذ محمد العبادي، وأنا بقرأها بتخيل الست عبير عيسى، وأنا بتخيل الآن سيمونيا، لذلك أنا بشوف كل الشخصيات، فأنا وجدت يعني الشخصيات كلها اخترتهم لهذا العمل كانوا بيستحقوها فعلاً، وكنت أنا مؤمن فيهم إيمان تام، وكنت بشوفهم وأنا بقرأ العمل، ولذلك هم قدموا الأدوار بشكل كتير جيد يعني لغاية الآن الكل مبسوط على أدائهم. صحيح. يعني هلا لا يخلو العمل من سلبيات وإيجابيات، ولكن إذا بدنا إحنا نقول عن الإيجابيات فهي أكثر من السلبيات حقيقة يعني، إحنا مش من الناس اللي ممكن يمدح نفسه على حساب الحقيقة، عرفت كيف؟ لا، إنه العمل أنا بشوف فيه عليه إطراء كتير، بشوف فيه إعجاب كتير، كتير الناس مبسوطة على العمل بالرغم إنه يعني إنه تم يعني اختصار كتير من بعض المشاهد واللقطات يعني لأسباب رقابية. إحنا بنحكي بالمناسبة عن مسلسل بلاقي عندك شغل، هذا المسلسل الكوميدي اللي لقى انطباع هائل. إذا المخرج إجا في يوم وقال لك أنا هاي الشخصيات اللي أنت اخترتها مش شايفة، شوف أنا بدي أحكي لك شغلة يعني، سواء المخرج أو غير المخرج يعني أي ملاحظة إيجابية مين مكان يعني مين مكان، لو كان إنسان بسيط جدا، لو يعني سوري بهذا التعبير، لو كان مين مكان يعني إجا قدم لك ملاحظة إيجابية وأنت وهي بتكون بتصب في مصلحة العمل، من الخطأ أنك أنت ترفض هاي الملاحظة يعني، بيكون هنا في انت زي اللي عم تشتغل ضد نفسك، ولذلك سواء كان مخرج او غير مخرج اي ملاحظه ايجابيه تصب في مصلحه العمل نحن نرحب فيها ونشكر عليها. بتلعب هند؟ انا كمان بالفاصل استغليت الفرصه ورميت الاربعه
بس طمني كيف كرتك، كيف الامور؟ يعني معقول كويس. هلا بعرفك انت هيك استاذ عصام. والله هي انا امورك منيحه. معقول معقول. طيب نفوت هلا مباشره بالفورمات اثناء اللعب. اختار من 1 2 3 4 5 6، كل واحد فيه 3 اسئله. اذا فتحت واحد من نكملهم الثلاثه كلهم، برجع بذكرك من حقك تقول باس مرتين في كل الاسئله. يعني واقف انا اختار، لو اخترت هيك مثلا اعطيني اياهم. اعطيك اياه بس هذا الرقم اللي هو 4. لا اوكي. هذا السؤال مباشر وبدنا جواب بعد اذنك مباشر، ولك الحق ان تقول باص. من التي كسرت قلب سامح الجاوي؟ لا باص. باص. لا لسه. طيب باص على السريع. اسحب تفضل. هاي نفس الشيء، طلعت 8-2. طيب أشوف أنا حظي كيف. 10 والله منيحة. لا ما بتركب. طيب السؤال الثاني من نفس الحزمة سيدي، إذا كان عندك مجال في هذا البرنامج أن تقدم اعتذار لأحد ما، لمن يعتذر عصام الحج بشكل عام؟ ثقافة الاعتذار موجودة عندك؟ تأكيد. عادي ما عندك مشكلة تقول آسف في حال غلطت؟ بكل سهولة. طب هنا في البرنامج لمن تقدم اعتذار؟ ممكن لشخص، ممكن لهيئة، ممكن لناس، ممكن مش بضرورة. بقدم اعتذار لنفسي. كيف يعني؟ أن إذا أخطأت عليك أن تعتذر لنفسك، فهي حق الاعتذار، لأنه أنت بتكون أسأت لنفسك قبل ما تسير للآخرين. حلو حلو. أنا رميت 10. تفضل. هلا عندك يا بتسحب اللي بدك إياه. سؤال رميت 9 دينار. أها. 9 دينار والله بتركب. لا السؤال الثالث رح اقول لك بس اسحب اول شيء 5 ما بتركب. هاي 5. السؤال بيقول اذا قدر لك انك ذهبت الى مظاهره من هذول المظاهرات الاصلاحيه وانت بترفع اليافطه وقالوا لك خذ اكتب انت الشعار في الاردن، شو الشعار اللي بترفعه في هذه الظروف؟ الوحده الوطنيه خط احمر. الله عليك الله عليك. انا متفق معك كثير. انا رميت 5. تنفعك بدك تسحب اللي بدك اياه. مين من الفنانين أستاذ عصام اللي أعطيته كتير لكنه خذلك؟ والله شوف يعني في ناس كتير يعني أعطيتهم وخذلوني، بس وضع طبيعي هذا. ليش شايف يعني وضع طبيعي؟ مش طبيعي. لا لا يعني خذلوني وخذلوني فنياً. 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 يعني احيانا شوف التجربه هي دائما هي الاساس. احيانا انت مثلا لازم تخوض التجربه. انا بشوف مثلا في سامر احيانا بقول انه مخرج جيد، واحيانا بقول انه مخرج مو جيد. فانا عشان اكون منصف لإله ولإلي وللحركه الفنيه فلازم اخوض التجربه. فاحيانا بجوز يفشل سامر، فما بقولش انه خذلني، ما انا خدت التجربه. عرفت كيف؟ لكن مثلا احيانا بجوز ينجح، فهون بكون انا نجحت. بس انا بقصد خذلان. انا اسف قطعتك استاذ. انا بقصد خذلان يعني كنت متامل فيه انسانيا ومسحته، اعطيته مساحات كبيره. لا هذا انسانيا شيء ثاني. في حدا خذلك يعني فنياً؟ هلا انت انسانيا هذا انت بتحكي عن فنيا. عن فنيا ما بدك تخوض التجربه. طب انسانيا انسانيا كنت حاطه صديق، كنت حاطه كذا وخلص. لا لا في انسانيا طبعا في يعني البعض يعني كثير من الناس يعني. طب كيف بزعل يا صاحبي الجاوي؟ كيف بزعل؟ يعني انا بزعل من نكران المعروف. لا قصدي شو بتعمل لما بتزعل؟ بتبعد؟ بتعمل بلوك؟ ببعد. وبتعمل بلوك؟ ببعد 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 ببعد. بس انا يعني ما بقول لك تجربه في الحياه الواحد علمته اشياء كثيره. يعني انا صرت بالفترات الاخيره كثير قليل اتعرض لامور مزعجه، لانه صرت مؤمن يعني ايمان تام في انه الانسان الذكي هو اللي بيحل المشاكل، بس الانسان الحكيم هو اللي بتجنب المشاكل. الله. فانا صرت اتجنبها من الاساس، انه فلان مثلا لا سمح الله سامر مثلا بيعمل لك قلق وتوتر ومشاكل. بلا منه كله. من الاساس ليش ادخل معه انا ونعمل قلق ونعمل توتر؟ فمن الاساس بتجنب. عرفت كيف القصه؟ طب بصدق في حاله بدك تتجنب مثلا سامر، بدنا نضرب مثال على سامر. نعم. وجت جهه انتاج كبيره عم تعمل انت معها شريك قناه يا سيدي، وقالوا لك بدنا سامر، وانت شخصيا ولا بتطيق تشوفه كمنتج بصدق، كيف بتعمل؟ بعتذر لهم فورا بلا تردد ولا حتى لو في فلوس ومكسب. والله لو في مليون دينار وهذا بصدق وبامانه مش استعراض او انه انا بحكي. وهي سبق اصلا اقول لك شغله، احكي لك على حادثه. تفضل. وهي حادثه بجوز بتسمعها الام بي سي
وبسمعوها يعني كل الناس. أنا الـ MBC في مسلسل اسمه دمبة عن حمرة، والـ MBC أكبر قناة في الوطن العربي، كان الأثري طب كان في مسلسلنا عن الدمعة الحمراء. أنا وجدت أنه هم مختارين بعض الأشخاص المش مناسبين في العمل، وكان الشخص المدراء كانوا في الـ MBC في الأثري، قلت له عمي الله يعطيكم العافية أنا ما بناسبني هذا الحكي، وسحبت حالي وظلتني طالع وحكوا معي ردوا الأثري، وصلنا لحل وسط في المتكف، وأخذت المسلسل مثل ما أنا بدي، وصورته في وادي رم مثل ما أبا بدي، وجبت الفنانين الأردن ما بدي. أنا ما في إشي بفرض علي أي شخص، يعني طول عمري أنا حر نفسي وبمتلك نفسي وبنيت نفسي من نفسي، ولا يمكن أتنازل لأي جهة. فلذلك حتى أنا في الفترة هاي مثلا في السنوات الأخيرة يعني أنا ما برفض الشراكة في شركات كبيرة، في محطات كثيرة بتعرض علي الشراكة، أنا برفضها بالإنتاج، برفض أكون منتج منفذ، برفض أكون شريك لأي جهة معينة. أنا الجهة الوحيدة اللي ممكن أتشارك فيها معها هي الـ MBC لأسباب معنوية، والـ MBC بتعرف هذا الحكي، بتعرف أن عصام حجاوي ما بشاركها لأسباب مادية، واحنا بيننا وبينهم مشاريع مستقبليه، هم بيعرفوا انه شراكه انا مع عصام هي شراكه استراتيجيه، وانه عصام بنظرنا من ناحيه معنويه وليس من ناحيه ماديه. احنا الحمد لله مش بحاجه لنشارك حدا، ولا انا اصلا مبدا الشراكه رافضه، لا مع شركات ولا مع افراد ولا مع قنوات ولا مع محطات. وحتى في الاردن بيعرفوا الجهات المسؤوله بتعرف هذا الحكي تماما، وانا لا يمكن ولا اصلا انا يعني مثلا في بعض قناة بسأله أنه في مسلسل هيك بدون عمل مثلا نجيب فيه شخص بدون أذكر اسمه، قلت له مستحيل والله لو بيجينا منه مليار ما بقدر، لا بقدرش أنا أعيش في حالة قلق وتوتر وأعيش مع أشخاص أنا مش مؤمن فيهم. تمام بدك أنا عندي هلأ دوري ولا دورك؟ مش عارف لا دوري، بدي أسحب وأرمي. أوكي هاي تمام، هاي لو أخذتها عادي؟ آه طبعا ما بديش والله. طيب خذ مني، بحب تأخذ مني طول عمرنا بناخذ منك يا معلم، أنا خذ أنت. أنا بدي شفت كيف، شفت أنت كريم أكرم مني بكتير، طلع هاي السبعة نزلتني، بحب أعطي أنا، أنت حبيبنا. هاي 9-8-7، هاي ثلاث بنات، ثلاث بنات. أنت بتحب البنات أستاذ عصام؟ في حدا بحب الله بشرف، في حدا ما بحب؟ لا والله السبعة. انا اول واحد بالعكس. كمان هاي 7-6-5، المرأة هي الحياة والحياة هي المرأة. بس اي مرأة لا شيء، اي مرأة. المرأة اللي احنا معلمها، واي رجل كمان كل يعني النساء عندهم سلبيات وايجابيات، والرجال عندهم سلبيات وايجابيات، يا سلام ما اجملك. لكن المرأة يعني لا شيء يحمينا من الموت سوى المرأة. والكتاب. شو عم تتابع مسلسلات هاي السنة؟ والله شوف أنا عم بتابع حاليا مسلسلاتنا الأربعة، يعني ما بتعرف يا دوب الواحد يلحق مسلسلات الأربعة، بالإضافة لمسلسل الصقار البدوي، كونه أنه أنا بحب أشوف الأعمال البدوية لأنه إحنا بننتج بالأساس بدوي، صح. وبتابع الحنين للرمال برضو البدوي للتلفزيون الأردني، ولكن العربيا بتابع 20-20، وأحيانا مقتطفات من مسلسلات مثل عربي مثل 350 الكندي شباب الحارة، بعض المسلسلات. شو رأيك بإنتاج التلفزيون هاي السنة كونه صار عليه لغط كتير، الحنين إلى الرمال؟ أنت شوف. منتج الآن بشكل نعم. كيف رأيت هذا العمل إنتاجيا؟ شوف يعني أول شيء بشكرك على هذا السؤال. يعني أنا ما حكيت، أنا بتمنى تسألني أي أسئلة بدك إياها. يعني الحنين للرمال وهم بينتجوا فيه، يعني أنا واحد من الناس إجوا حكوا عنه حكي، يعني قسما بالله العظيم انا طبعا ما صرت اثق كثير في الاراء اللي عم تنحكى، لانه الانسان لازم يحكم من خلال تجربه، لكن الحكي اللي حكوه عنه يعني اغتيال، اغتيال حقيقي، يعني اغتالوا المسلسل، يعني طلعوا المسلسل ولا كانه يسوى شيء، وكانه مسلسل يعني للاسف الشديد انه ممكن ما يتشاهد وممكن يرتمي. ومره حكيتها مع عطوفة الاستاذ غيث، قلت له استاذ غيث انا بنصحك نصيحه انه هذا المسلسل كله اللي بيحكوا عنه عم مسلسل سيء جدا، وروح شوفه. انا ما شفته، بس انا لو محلك قبل ما انزله على الهواء بشوفه. الحقيقة أنا شفت المسلسل، ظلموا في تجني علي، شفت المسلسل يعني لغاية هلا 13 حلقة وبتابعه باهتمام. المسلسل جيد، مخدوم إنتاجيا، إخراجه جيد، نصه معقول، ممثلينه، وأنا هون بحيي الأستاذ رشيد منحس على أدائه المتميز، الأستاذ محمد الإبراهيمي على أدائهم، اثنين قدموا أداء مميز جدا، والمخرج جيد، والإنتاج مهم
حقيقة كان الإنتاج مش مقصر أبدا بحق هذا المسلسل، كان معطي كل مشهد حقه، والمسلسل ماشي بحتوتة سلسة بسيطة جدا، ومسلسل جيد ومن أجمل المسلسلات البدوية اللي أنتجها التلفزيون الأردني. أنا شاهدت كل المسلسلات البدوية اللي أنتجها التلفزيون الأردني، هذا المسلسل أجملهم وأفضلهم حقيقة. يعني شوفوا لما بيكون بنحكي بحس وطني هلأ عم بيحكي بطبيعية، يعني منتج غيره ممكن يقول يعني منافس يعتبره، أنت ما اعتبرته منافس؟ لا لا أبدا، أنا ما يعني واحد، هذه حقيقة لازم أن تقال. احنا قلت لك انا في البدايه اي نقد مثلا بدنا اي ملاحظه ايجابيه انت بترحب فيها، بس نقد هالدم ما بترحب فيه. اه طبعا عرفت كيف، حتى مسلسلات لما تتعرض لنقد بناء احنا بنشكر كل من ينقدها، بس لما بيجي واحد بنقد من اجل النقد ونقد هالدم ما بالتاكيد ما راح نتقبلها، لانه هذا بيكون في يعني اغتيال للجهد واساءه شخصيه واساءه فنيه. فاحنا هلا لما يكون عمل جيد ليه ما بتقول لا؟ طبعا حرام. لا في جهد يشكر عليه إدارة التلفزيون الأردني، ونتمنى أن يستمروا في إنتاج الأعمال التلفزيونية بالتنسيق مع اتحاد المنتجين، من حيث أنه شو ينتج القطاع الخاص وشو ينتج القطاع العام، عشان بالزبط. إحنا ما ننتج نفس المواضيع، يعني نفس المواضيع ونفس اللون بالزبط. عشان يصير فيه كم متنوع من الدراما التلفزيونية الأردنية. صحيح، بدي أذكرك أني أنا نزلت، وبدي أذكرك أنه استخدمت كلمة باص مرة واحدة، ضايل لك مرة واحدة. نعم، بدي أذكرك أنه عندنا فاصل سريع وراجعين مباشرة. يلا يا هند، طاولة الكبار مع سامر خضر.